الذوق الشغلة الوحيدة اللي ما بي قانون خاص أو عام يحكمه بالعالم. الذوق يخضع لعوامل عديدة ثقافية وتعليمية، ويخضع لطريقة النشأة والتربية. الذوق تغير بالعراق بشكل غير طبيعي، يعني بدل ما كان يميل إلى الاحترام هسه الوضع تغير بشكل كبير وبدأ يميل إلى عدم الاحترام. عوامل عديدة أدت إلى تدني الذوق العام. الوضع الصعب بالبلد سبب رئيسي من أسباب انحدار الذوق العام، الابتعاد عن العلم والثقافة والأدب أيضا سبب مهم أدى إلى انحدار الذوق العام. وصار الوصول إلى كأس العالم أو الفوز ببطولة الخليج لكرة القدم هو من أهم الإنجازات اللي ممكن نحققها. الأغاني الهابطة اللي أغلب كلماتها تشجع على العنف والأذية واللي ما بيها أي معنى، وطريقة الغناء وحركات الراقصات اللي ما لها علاقة بالكلمات، كلها من أسباب انحدار الذوق. المسلسلات والمسرحيات العراقية الحالية أغلب الفنانين القدماء تركوا الفن لأشخاص ما لهم علاقة بالفن، ودا يشوهون الذوق العام. راقب تصرفاتك، انهض بسلوكك، وابدي حسن من ذوقك، رح ترتقي، تحس انه انت بشر مو بس عايش تاكل وتشرب. من الذوق انه ما تغلط على احد مهما يكون، انه تلتزم بالسرة، انه ما تدخن بالاماكن المغلقة والمواصلات، يجب ان تحافظ على نظافة الاماكن العامة. من الذوق انه ما توقف بركن الشارع تكرس حب وتباوع على الرايح والجاي، تاخذ لك فرة بالسيارة ومعلي المسجل وجيجارتك بحلقك، هذا اسمه قل الذوق. لما تحكي مع صديقك بالمواصلات لا تحكي بصوت عالي، راعي الآخرين. لما تخابر لا تصيح، لا تطلع صوت لما تاكل، لا تطلع بالفانيلة بالشارع. لما تفوت بنية قبالك ارحمها من عيونك ومن لسانك، التعرض لها إن دل يدل على قلة الذوق وقلة التربية واحترام. التباهي انه انت شايل مسدس هاي دليل على قوة النقص بشخصيتك وتربيتك، تباهى بعقلك ذكائك مو بشي اخر. ابتعد نهائيا عن قال فلان وحكى علان، راعي شعور الاخرين اللي ما عدهم يشترون وياكلون. لا تطق صور الاكل والسفرة والملابس وتنزلها على النت، دراسات حديثة ثبتت ان هذه الحركات ما يسووها بس اللي عدهم مرض نفسي. خابر بمواعيد مناسبة، وزيارة الأصدقاء والأقارب تكون بعد ما تتصل بيهم، وإذا كان مريض لا تطول بالزيارة، وإذا كانت زيارة لأقارب متوفي طفي تليفونك. الذوق ما بي قانون يحكمه، هو يخضع ثقافتك وتعليمك وطريقة نشأتك وتربيتك.